تبارك الله عليك، لا فيزيون اليوم كانت غزاله. كيفاش دازوا التدريبات؟ شحال الوقت خديتوا باش تدربوا على هذا لافيزيون؟ خدينا كان عندنا البروغرام باش غادي نبقاو نتمرنوا من جوج النهار حتى ل 11 الليل. هادشي اللي كان عندي في البروغرام انا في عقلي. ملي جينا نقول لك بدينا مع النهار الاول مع الاربعه، سالينا مع السبعه، النهار الثاني بدينا عاوتاني مع شي جوج ونص، سالينا تقريبا مع السبعه، النهار الثالث عاوتاني من الثلاثه للسبعه، حاج الله قضاء الله. صافي كانوا كافيين هذا الوقت؟ كان كافينا، ولكن انا كنت كنسمع الموسيقى ديالهم وخديت المرصوات اللي هما عجبوني في الموسيقى نتاعهم ودرت طفت عليها التكناويت. وملي جينا ندربوا كان عندنا شويه ديال الفهامه باش نقدروا نكونوا واحد الخليط ما بيناتنا، وكان ديك الشيء ساهل. حتى هما فرحوا بخير، واخا كان التمرين غادي يطول، ملي شافوا الخدمه سهله قال لك صافي هذا الشيء راه كافي الحمد لله. الفرق اللي كاين هو ملي كتطلع غير التكناويت كتعيش فوق السحاب، وملي كتكون مع لي جروب كيخصك بحال اللي راك مقيد، لازم يكون داكشي عندك حساب، لازم كاين بزاف ديال الحسابات اللي كيكونوا داخلين في المورسو، خصك تعرف وقتاش غادي يدخلوا الريكويفر، وقتاش غادي السولو، وقتاش غادي يكون واحد الجمله، واحد لا ميلودي. هادشي هذا هو اللي كيجعلني نكون لازم داكشي يكون في العقل وتكون كونسونطري على هذه الخدمه هذه. شنو الاصرار ديالك للحضور؟ يعني انت تعتبر ابن المهرجان، شنو الاصرار ديالك انك تحضر كل سنه؟ وشنو كيفاش شفتي التطور ديال المهرجان في دورته 21؟ السؤال الاول، كل عام على حسب الجمهور المغربي يحب حميد القصري، وحتى انا كنحبه، وكيف يحبني لازم نجي واخا يكون عندي بزاف الاشياء ما نخليها. حقيقة كنخلي بزاف ديال بعض الخطرات يجوني لي كونسير برا ولا شي حاجه، ولا دات ديال الصويره ديما نحطها في دماغي ونقول لهم خدام. والسؤال الثاني اش قلتي؟ الدوره 21، التطور ديال المهرجان تطور مزيان الحمد لله. العرب راه باين من الافتتاح، وباقيين كاينين دراري اللي هما لي جون طالعين ولاد كناوه وعندهم ما يقولوا في الميدان، وهادو هما ان شاء الله الخلفه اللي غادي يقدروا نديروا مثلا يزيدوا يبدعوا عاوتاني في الموسيقى القناويه كما حنا بدعنا فيها. ونتمناو هاد الدراري يكونوا في واحد المستوى، نتمنى لهم الخير باش يزيدوا حتى هما لقدام ويخليوا هاد التكناويت حتى توصل لواحد الاتجاه اللي هو عالمي مزيان ونكون انا مرتاح. شكرا لك سي حميد، بارك الله فيك.